قرار خطير من إثيوبيا. إثيوبيا تقلب الطاولة على نفسها، ومصر تفتح النار على إثيوبيا بتصريح ناري. ننشر لحضراتكم التفاصيل ورد قوي من الحكومة المصرية على بيع التحرير لمستثمرين أجانب، وضربة كبرى من الجيش المصري. ننشر لحضراتكم التفاصيل، وعاجل ننشر لحضراتكم سبب نبش قبر وحرق جثة موظفة حلوان. في البداية البقاء لله في شهداء حادث قطار اليوم، وربنا يصبر أهلهم. وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 1000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. أنقل لحضراتكم تفاصيل أول خبر وقرار خطير من إثيوبيا. إثيوبيا تقلب الطاولة على نفسها. نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي قالوا إن ممارسة الضغوط غير ضرورية على إثيوبيا من خلال نهج التسييس المتعمد وتدويل القضية، وهي قضية سد النهضة. وده بيقول إن تدويل القضية مش هيجعل إثيوبيا تقبل بمعاهدة الحقبة الاستعمارية بشأن نهر النيل. يعني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي بيقول إن احنا نمضي اتفاقية ملزمة بشأن تشغيل وملء سد النهضة، يصفها بالحقبة الاستعمارية أو بمعاهدة الحقبة الاستعمارية بشأن سد النهضة. والتصريح ده جه أثناء كلمة افتتاحية لنقاش عبر الإنترنت استضافته السفارة الإثيوبية في لندن، ونظمته وزارة الخارجية الإثيوبية بالتعاون مع البعثات الإثيوبية في أوروبا بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإثيوبية إينا. وقال إنه لا يجب أن يوجه التسييس أو التخريب للسياسات بشأن مياه النيل، ولكن يجب أن يكون تعزيز التعاون والتفاهم والتكامل، وهو الروح الموجهة. وقال إن مفاوضات سد النهضة توفر هذه الفرصة، إذ اتبعت مصر والسودان نهجا بناء لتحقيق نتيجة يكون الجانبان فيها فائزان في إطار العملية الجارية التي يقودها الاتحاد الإفريقي على حد تعبيره. وشدد وقال على إن ممارسة الضغط غير الضروري على إثيوبيا من خلال التسييس المتعمد وتدويل الأمر لن يجعل إثيوبيا تقبل بمعاهدة الحقبة الاستعمارية بشأن مياه نهر النيل. وقال إن إثيوبيا لا توافق أبدا على مثل هذه الشروط الغير المنصفة التي تسعى إلى الحفاظ على الهيمنة المائية لمصر والسودان. طبعا ده من وجهة نظر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي. وقال أحد أعضاء الفريق الإثيوبي في المفاوضات بشأن السد في النقاش إن السودان ومصر حريصان على التوصل إلى اتفاق لتقاسم المياه بدلا من التعامل مع الحالات المحددة المتعلقة بسد النهضة. وقال إن إثيوبيا ليست على استعداد للتوقيع على اتفاق من شأنه أن يضر بمساعي التنمية للأجيال القادمة. ومصر والسودان زي ما حضراتكم عارفين إن هي بتطالب بإشراك آلية وساطة رباعية دولية بتضم الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة في المفاوضات المتعثرة الخاصة بسد النهضة، وهو ما ترفضه إثيوبيا. وطبعا يعني إثيوبيا بتقول لك بشكل مباشر وواضح إن احنا قلبنا طاولة وإن احنا مش هنمضي على أي اتفاقية ملزمة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وإن احنا مش هنوافق على اتفاقية زي ما تقولوا بتقدر يعني مساعي الشعوب القادمة بالنسبة لإثيوبيا. يعني هذا الأمر خطير جدا إنها بتعلنها رسميا إنها مش هتمضي على أي اتفاقية ملزمة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. الأيام القادمة هتكشف لينا الكثير جدا. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو ياريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة، ويلا ندخل على الخبر التالي. خبر آخر معانا، مصر تفتح النار على إثيوبيا بتصريح ناري، وننشر الآن لحضراتكم التفاصيل. وزير الخارجية المصري سامح شكري قال إن مصر ستواصل الانخراط في مفاوضات سد النهضة لحل الأزمة، ده رغم التعنت الإثيوبي برضو. ووزير الخارجية المصري قال خلال اجتماع لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب أن عدم نجاح مفاوضات كينشاسا يرجع إلى وجود قدر عالي من التعنت في الاتفاق الملزم لسد النهضة، بمعنى أن إثيوبيا ما زالت متعنتة وما زال نحن لدينا صبر كبير جدا
تجاه هذه القضية، وقال إن الجهود التي بذلت لم تأتي بما كنا نتوقعه، وندعو لتناول الأمر وفق القانون الدولي وتنظيم القضية بشكل تحقق به الدول مصلحتها وتقلل أي أضرار على دولتي المصب. وقال وزير الخارجية: المشاورات لم تصل لنتيجة حتى الآن، وتسعى لتدعيم دور المراقبين للمفاوضين سواء الاتحاد الأوروبي أو أمريكا لوضع حلول القضية الفنية، ولم يتسير الأمر في كينشاسا، يعني موضوع ما نجحش في كينشاسا. وقال إن في نية لاستمرار التشاور رغم التعنت الإثيوبي، يعني إحنا مصر عندها صبر المزيد من الصبر تجاه التعنت الإثيوبي، وقال إن إحنا بنلجأ للمجتمع الدولي ونحمله المسؤولية في هذا الشأن، والأعمال الأحادية لها أثر ضار على دولة المصب. وزير الخارجية قال: لو وقع ضرر هنا كل أجهزة الدولة تسعى للتصدي له وإزالة أي آثار له، وكل الإمكانيات متاحة. وأشار إلى أن الضرر المحتمل سيكون كبيرا في السودان ولا نرتضيه. بمعنى إيه؟ إن كل أجهزة الدولة مستعدة، من أول الرئيس السيسي، الجيش المصري، وزارة الري، وزارة الخارجية المصرية، كل دول هيقوموا بمهمتهم انهم يزيلوا الضرر الذي لا قدر الله ممكن يقع على مصر. ولكن زي ما حضراتكم عارفين ان الحكومة المصرية لن تسمح باي ضرر يقع على مصر او الشعب المصري، وهذا الامر واضح في جميع التصريحات. الرئيس السيسي قالها، وزير الخارجية قالها، وزير الري قال هذا الكلام، والجيش المصري اتحرك بالفعل في السودان وعمل كذا مناورة، اخرها كان قصور النيل 2. وحول الأضرار التي قد تتعرض لها مصر، قال وزير الخارجية: تقييم الفني يؤكد أنه لن يقع ضرر بسبب الملء الثاني، ولكن التقييم الدقيق يكون على أرض الواقع، وأجهزة الدولة ترصد ذلك بشكل يومي، فهي قضية وجودية لمستقبل الشعب المصري، لا تهاون فيها، والتعامل معها بكل جدية والتزام. وزير الخارجية في النهاية قال: لم تتم موافاة الجانب المصري والسوداني بالدراسات الكافية التي يتطلبها بناء السد. مصدر معانا كان من مصراوي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، يعني الحكومة المصرية ما زال لديها من الصبر الكثير تجاه التعنت الإثيوبي، ولكن الصبر له حدود، ومصر لن تسمح بوقوع أي ضرر على شعبها. خبر آخر معانا: ورد قوي من الحكومة المصرية على بيع التحرير لمستثمرين أجانب. رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في مصر على أنباء بشأن اعتزام صندوق مصر السيادي بيع مجمع التحرير لمستثمرين أجانب. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع صندوق مصر السيادي، والذي نفى تلك الأنباء تماما، وأكد أنه لا صحة لبيع مجمع التحرير لمستثمرين سواء مصريين أو أجانب. وقال إن مجمع التحرير مملوك بالكامل للصندوق، وأن طرح المجمع للتطوير يأتي بهدف الشراكة مع مطورين ومستثمرين وليس للبيع، حيث يتمثل دور الشريك في تطوير المجمع ليكون مبنى متعدد الأغراض، فندقي، تجاري أو إداري أو ثقافي. وأشار إلى أن عملية التطوير ستتم بناء على أسلوب وفكر متطور يتناسب مع قيمة المبنى التاريخي، وذلك وفقا لخطة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة والعمل على استثمارها بما يحقق توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم العائد منها. مصدر كان معنا من RT. مجلس الوزراء يرد ويقول أن ما يتم نشره على السوشيال ميديا إن مجمع التحرير هيتم بيعه، هذا الأمر يعني خاطئ تماما وغير صحيح. خبر آخر معانا: ضربة كبرى من الجيش المصري. ننشر الآن لحضراتكم التفاصيل. تمكنت قوات حرس الحدود المصرية خلال الشهر الماضي من تحقيق العديد من النجاحات وتنفيذ المهام لتأمين حدود مصر والتصدي للهاربين والمخربين والعناصر الإجرامية، وتم ضبط عدد 125 ألف طلقة مختلفة الأعيرة و50 بندقية أنواع منها الخرطوش وضغط هواء وبندقية صيد وثلاثة هواتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية، واكتشاف وتدمير عدد 5 فتحات نفق
فضلا عن مبالغ مالية كبيرة من العملات المصرية. وقد نجحت عناصر حرس الحدود في مصر من ضبط 75 عربة مختلفة الأنواع، وأثناء عملية التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات بالأنفاق والمعابر الحدودية تم ضبط 1.5 طن من جوهر الحشيش المخدر، و500 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، 18 كيلو جرام من الهيروين، و10 كيلو جرام أفيون، و200 كيلو جرام بذور من النباتات المخدرة، و1.5 مليون قرص مخدر، وضبط 12 جهاز للكشف والتنقيب عن المعادن، و6 أطنان من الحجارة المخلوطة بخام الذهب. وقد نجحت في إحباط محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لعدد 2750 فردا من جنسيات متعددة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. وفي سياق متصل، تمكنت عناصر قوات حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميداني وعناصر من وزارة الداخلية بتنفيذ حملة للقضاء على الزراعات المخدرة في شبه جزيرة سيناء. وكانت نتائج الحملة عن اكتشاف عدد من المزارع بمساحات مختلفة لنبات الخشخاش والبانجو والهيدرو والمخدر، كما تم ضبط 150 طن من مادة البانجو الجاف، و70 طن من مادة البانجو المطحون، و2 طن من بذور البانجو، و906 كيلو جرامات من بذور الخشخاش، بالإضافة إلى ضبط عدد 5 مصانع لصناعة وتدوير الحشيش وخلايا طاقة شمسية وسيارة دفع رباعي. المصدر معنا كان من الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم قوات المسلحة المصرية وارتي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. تحية كبيرة للجيش المصري وخصوصا قوات حرس الحدود المصري والجيش الثالث الميداني على هذا التأمين عالي المستوى. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. خبر آخر معنا عاجل، ننشر لحضراتكم سبب نبش قبر وحرق جثة موظفة حلوان. هذا الخبر منقول من جريدة الوطن، وأفاد موقع الوطن المصري أن تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية المصرية في واقعة نبش قبر وحرق جثة موظفة بعد دفنها في حلوان كشفت سبب هذه الجريمة. وبحسب الوطن، كشفت التحريات والتحقيقات عن أن الخلافات بين أسرتي المجني عليها والمتهم هي سبب الجريمة، في حين يستجوب رجال المباحث عاملا للاشتباه في تورطه في الواقعة، وذلك بعد إلقاء القبض عليه. ويشار إلى أن واقعة حرق جثمان منى جاد المعروفة إعلاميا بموظفة حلوان والتي رحلت قبل أيام متأثرة بسبب الوباء وتم دفنها في مقابر أسرتها بعزبة الباجور بحلوان تسببت في حالة من الحزن والغضب الشديد، وتفاصيل عدة من المجني عليها. وهي اسمها منى أحمد جاد، تبلغ من العمر 42 عاما، تعمل موظفة في شؤون العاملين بمستشفى حلوان العام، لديها 3 أشقاء، أختان وأخ، والداها متوفية منذ سنوات. هي الأخت الصغرى بالنسبة للفتيات، ولديها شقيق أصغر منها، تعيش مع شقيقتها الأكبر منها وشقيقها، لم تتزوج، تعيش في أحد العقارات بالمشروع الأمريكي في حلوان، تعمل بجانب وظيفتها كبائعة توابل وبهارات، وكانت تعاني من مرض السكري، عانت من تآكل في يديها اليمنى، وكانت تستعد لإجراء عملية جراحية أصيبت أثناء انتشار الوباء، وحجزت في المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية، وتوفيت منذ أسبوع، ونبش قبرها بعد دفنها، واستخرج جثتها وأشعلت النيران فيها، ما أثار غضب الجميع. لقبها زملاؤها بالخدومة نظرا لمساعدتها الدائمة لجميع جيرانها وزملائها في العمل. ربنا يرحمها. المصدر معانا كامل الوطن، ربنا إن شاء الله يرحمها ويصبر أهلها بإذن الله. جينا لنهاية نشرة الأخبار مع العبد لله إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا اي اي بي. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.